الناس، هذا المراسل الذي يلقى حماية دولية وحماية من منظمات حكومية وغير حكومية في كل العالم. هذا الاعتداء برسم العالم، هذا الاعتداء على أحمد وعلى التقني برسم كل العالم، برسم مجلس الأمن وبرسم الأمم المتحدة ومراسلون بلا حدود وبرسم الاتحاد الأوروبي وبرسم الجميع. الآن نحن كنا قبل لحظات داخل ذاك المقهى. الكاميرا كسرت، يعني نحن طبعا تركنا الكاميرا.